سيد الوزير عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بيك. تظهري محليها القروين الكل، محليهم الناس الكل في قروين، ومحليها أجواء المولد النبوي الشريف في القيروان، ويا عاشق النبي صلي عليه. اللهم صلي على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والحاجة صعبة تقول إن شاء الله ملكم مبروك، أتمنى الكل وجميع المؤمنين، وهذه معناها احنا توا في الموجودين في القيروان، القيروان اللي هي نجم نقولوا العاصمة حاليا نتاع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، ونجم نقول العالم الكل معناها قاعد ينظر للقيروان، فما مجهود كبير، فما تنظيم، فما معناها تأمين نتاع القدوم نتاع الزوار القيروان، وكذلك فما تميز من ناحية العروض الثقافية اللي قاعدة معناها موجودة حاليا، كذلك حسن الترويج الجهة، خاطر احنا السياحة اللي يهمنا أكثر شيء هو باش نروجوا لتونس. صحي خاص جائحة كورونا، وقلنا سنة فارطة قيروان تعافى والسياحة تتعافى، وقلنا سنة فارطة مهرجان المولد النبوي الشريف باش يكون مهرجان دولي، وبالفعل السنة هذه المهرجان أصبح دولي. Thank you.
سيدنا النبي. Because I have no fear.
Thank you.